مشاهدينا الكرام مساء الخير، سعيدة جدا بلقائكم مجددا في برنامجكم في الصميم. وفي صميم الحدث السياسي سنتناول اليوم آليات إصلاح النظام الانتخابي ضمن مشروع القانون العضوي للانتخابات المطروح للنقاش على مستوى الطبقة السياسية. نمط اقتراع مغاير، آلية صارمة من شأنها أن تضع حدا للتلاعب بالمال الفاسد، وأكثر من ذلك مبادئ أساسية تنطلق من أن السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه عبر انتخابات حرة شرعية شفافة ونزيهة. ويحضر معي للنقاش في الموضوع الدكتور عباس شفعة، أستاذ القانون في جامعة بتنا. مرحبا بك. مرحبا. ومعنا أيضا الدكتور سيد علي بن عمر، أستاذ القانون بجامعة معسكر. مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا. ومعنا الدكتور حطاطة شعمر، أستاذ القانون العام بجامعة مسيلة. مرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا لكم. إذا قبل التطرق إلى أهم ما جاء في وثيقة مشروع القانون العضوي للانتخابات، من المهم أن نعود إلى السياق الذي جعل من تعديله أولوية مباشرة بعد تعديل الدستور، في قطيعة نهائية مع ممارسات الماضي تنبثق عن مطالب شعبية بالكف عن التزوير، الرشوة، الفساد، أي ضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية، وأكثر من ذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية. تفضل. شكرا على الاستضافة. شكرا. زملائي الأفاضل، مستمعي الكرام، هذا مشروع القانون العضوي للانتخابات الجديد جاء أصلا من أجل تكريس مبدأ الديمقراطية الواقعية. أي نتضمن المشروع تدابير جديدة، هذه التدابير الجديدة إيجابية وهي تصحيح للأخطاء السابقة أدنت في قانون الانتخابات الحالي، وحرص على دورة القضاء على ظاهرة الفساد في كل المجالات وخاصة وبالأخص المجال السياسي، منها التي استعملت فيها المال الفاسد بشكل جلي مما أثر سلبا على مؤسسات الدولة وفقدان الثقة بين المواطن ومؤسساته. نعم. والتي هي بطبيعة نتيجة تطبيق للقوائم المغلقة في القانون الحالي. نعم. كما أكد هذا المشروع على محاربة التمويل الغير مشروع للانتخابات بصفة عامة، وشدد في العقوبات الخاصة بذلك. الهدف من ذلك هو كله هو التكريس وتجسيد أخلاقة العمل السياسي أو الحياة السياسية على أرض الواقع، وهذا من قبل الجميع دون استثناء من أجل جزائر جديدة، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية بالطبع لأجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية للقضاء على الممارسات الماضية. نعم. الكرة الآن في مرمى الأحزاب السياسية، في مرمى المجتمع المدني، في مرمى الفاعلين السياسيين لضمان العمل الديمقراطي الحقيقي والواقعي لبناء جزائر جديدة. بالفعل. إذا دكتور بن عمر، من هنا أي هذا السياق نبدأ بالمبادئ الأساسية التي حددت في بداية المشروع التي لم تكن محددة في القانون الحالي. ولفت انتباهي في المادة الأولى تأكيد على تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقت الحياة السياسية. المادة الثانية أيضا فيها السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين. ما رأيكم في تحديد هذه المبادئ الأساسية في مشروع القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا أستاذ سوسن، يجب أن نشير أن هذا المشروع المقترح والذي الآن هو يوزع أو وزع على الفاعلين السياسيين خاصة الأحزاب السياسية من أجل تقديم بلورة أو نظرة كل حزب حول ما يمكن الأخذ به أو يمكن تعديله، المادتين المقترحتين في بداية هذا المشروع اللتان تعرفان المقصود بهذا القانون، واللتان تسندان ما الغاية من دمج ما بين قانونين عضويين سابقين، القانون العضوي للانتخابات من ناحية والقانون العضوي المنظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ناحية، ودمجهما وضرورة هذا الدمج. كانت هناك إشارة إلى أن السيادة ملك للشعب، وهو ما جاءت به المادة 7 والمادة 8 من الدستور،
ساري المفعول أول نوفمبر 2020، بالإضافة إلى وعود السيد رئيس الجمهورية التي بدأت تتجسد منذ الدستور، الاهتمام كذلك بمناطق الظل، والآن الإسراع في الذهاب لوضع المشروع بين يدي كل الفاعلين خاصة الأحزاب السياسية من أجل بلورة نظرة أكبر. لماذا؟ لأننا الآن نحن بصدد ما يسمى بتصميم نظام انتخابي جديد، والذي يعتمد أي اعتماد على عدة معايير. يعني هو إصلاح نظام انتخابي. نعم، هو عملية إصلاح جوهر يعني. وبالتالي هي إعادة تصميم نظام انتخابي يتماشى مع تطلعات الشعب من ناحية، وموافقة ما تفضل به الدكتور سابقا المتعلقة بضرورة إعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية، كون أن العملية الانتخابية في حد ذاتها هي عبارة عن ترجمة رأي المواطن إلى واقع. لماذا؟ لأن الانتخابات الآن خرجت من دائرة ما يسمى بالمفهوم السياسي إلى المفهوم التنموي. لأن الانتخابات تؤثر، أول ما تؤثر على التنمية المحلية، في الانتخابات المحلية تؤثر على فاعلية الأمن القانوني الذي نصت عليه المادة 34 من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات وعلى عمل التشريع، عمل المؤسسة التشريعية، تؤثر حتى على نوعية هذه المؤسسات الديمقراطية التي تنتج عنها. إذن دمقرطة العمل التشريعي من ناحية والعمل المحلي من ناحية أخرى هي الضرورة الأساسية أستاذ سوسن، والذي جاء كتمهيد في هذا القانون الذي سنعمل على توضيح جوهره وفي عملية هذه التصميم. دكتور حطاطش عمر، ممكن يعني ربما رأيك فيما يتعلق الأمر بأولوية هذا التعديل وإصلاح النظام الانتخابي ضمن هذا السياق؟ شكرا لك أستاذة، أشرف بالحضور مرة أخرى مع زملائي في البلاطو، تحية للمستمعين الكرام والمشاهدين. التعديل، مشروع تعديل قانون الانتخابات، هو المحطة الثانية من محطات الإصلاح التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية في برنامجه، جاءت في سياق تاريخي معين معروف، هي من انبثقت عن الحراك الشعبي الذي طالما نادى بتكريس المواد 7 و8 ونادى بضرورة قطع الصلة مع مشهد انتخابي بائس في المرحلة السابقة اعتارته أو طبعته تهمة التزوير التي ظلت تلحق بالمواعيد الانتخابية وبكل الاستحقاقات. لم تكن تهمة بل كانت واقعية. نعم، كنت واقعا واعترفت به أحزاب وتشكيلات سياسية وفاعلين سياسيين، مشهد ساد فيه المال الفاسد الذي أثر على الحياة السياسية في البلد، مشهد اتسم بالعزوف الانتخابي ومقاطعة الانتخابات التي ازدادت يوما بعد يوم نتيجة لانعدام ثقة المواطن في الصندوق الانتخابي. إذن هذا المشروع هو محطة هامة في قطع الصلة بين الممارسات الماضي والتطلع نحو مستقبل، نحو ديمقراطية حقيقية من شأنها أن تترجم الإرادة الشعبية إلى الواقع، وأن تجعل المواطن يثق بأن صوته عبر الصندوق الانتخابي يمكن أن يغير واقعه ويمكن أن يختار به مسؤوليه. كتقييم أولي، كقراءة أولية لهذا القانون، أقول أولا بأن هذا القانون جاء من حيث النظام الانتخابي، اعتمد نظام جديد وهو نظام القائمة المفتوحة مع حق التفضيل، كقراءة أولية فقط وليس التفاصيل. سوف نتحدث كنقطة الآن كنقطة ثانية يعني من دون ما نفصل، سوف ننتقل لست بشهادة التفصيل أستاذة، يعني سوف ننتقل مباشرة الآن مع دكتور شفعة يعني تفصيل في هذه التعديلات اللي هي مهمة جدا وهي في صلب هذا إصلاح النظام الانتخابي. إذن دكتور شفعة، ترجمت التعديلات فيما يخص القانون في 100 مادة جديدة
جديدة أو محينة. طبعا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت في صدارة هذا التعديل، أي أخذت حيز كبير، لكن في البداية سوف نتعرض إلى جوهر التعديل، أي التغيير نمط الاقتراع من الاقتراع على القائمة المغلقة إلى الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، أي أن الناخب يصوت لصالح مترشح أو أكثر دون مراعاة الترتيب. فالسؤال المطروح قبل ذلك، هل يمكن شرح هذا النمط؟ وهل سيقلص ذلك فعلا من التنافس غير الشريف على رؤوس القوائم ويقضي على المال السياسي الفاسد فعلا؟ إذا لاحظوا بالنسبة للقانون الحالي الساري المفعول، لأن هذا مشروع، القائمة مغلقة وكثر القيل والقال فيها كثيرا مما أدى إلى عزوف المواطنين على الانتخابات، وخاصة استعمال المال الفاسد، كلنا مسؤولين على هذا، وخاصة كل من مسؤولين على هذا. الآن هذا المشروع الجديد جاب صيغة جديدة، هذه الصيغة الجديدة لجهة هي مغايرة تماما للصيغة القديمة، القائمة المغلقة أعطى أولا وجود قوائم، وهي الاقتراع يكون نسبي، وجود قوائم، وفي القوائم أيضا يوجد هناك مترشحين، هذا المترشحين بالطبع يتم التصويت عليهم، أولا التصويت على القائمة، يعني الناخب يصوت على القائمة وعلى المترشحين. القائمة هنا باش نعرفوا الأحزاب، أي حزب أكثر نعرفوا بالنسبة للتصويت، هنا يولي تفضيلي، يولي تفضيلي، وهذا التفضيل هذا معناه أن المواطن استعمل حقه الانتخابي بالفعل، لأنه يأخذ الورقة الحزب الذي يريده. هل يمكن شرح كلمة تفضيلي يعني بالنسبة للناخب؟ تفضيلي هنا يأخذ القائمة، له الحق في قائمة واحدة، من بين القوائم المترشحين والأحزاب يأخذ القائمة، في تلك القائمة يجد أسماء، والذي يريده أن يكون يترك الباقي يشطب عليه. نعم. وبالتالي هنا ففضل مترشح عن مترشح آخر. وهنا بالطبع حتى أكد هذا القانون على إسقاط نظام المحاصصة اللي كان ثلث تاع المرأة. نعم. وجعله مناصفة بين الرجل والمرأة، وهذا مناصفة في الترشح. نعم. سوف نتحدث ونرجع إلى ذلك فيما بعد، لكن في تخوف من بعض الأحزاب السياسية أن العملية يمكن تكون معقدة نوعا ما بالنسبة للناخب، يعني ربما تكون في أصوات ملغاة، لأنه الناخب ربما العملية أكثر تعقيد، مع أنها ربما أكثر شفافية، ويعني من باب العمق هي طبعا تغيير جذري بالنسبة للنظام الانتخابي. شوفي أستاذة، تحت رقابة الأستاذ حطاطاش والدكتور، أريد فقط أن أفسر ما المقصود بانتخاب نسبي على القائمة المفتوحة مع عدم المزج، هكذا ذكر المشروع. معناه أننا لا نزال نعتمد نظام التمثيل النسبي الذي يراعي الأحزاب الصغيرة. لماذا دائما في هذه المواد نجد أن النظام العتبة، يعني القوائم التي لا تحصل على 5% من الأصوات المعبر عنها تصبح لا تؤهل لأن تأخذ مناصب أو مقاعد، سواء في المجلس الشعبي البلدية، الولائية، والمجلس الشعبي الوطني. هذا التمثيل النسبي، إذا لا نزال نعتمد في الجزائر نظام التمثيل النسبي الذي يفتح المجال لوجود معارضة. 5% أو 4%؟ لا، 5% بالنسبة للأصوات معبر عنها، و 4% في مجال آخر سنأتي لذكره. أولا يتم فتح القوائم، القائمة هي مفتوحة وليست مغلقة. السبب الذي أدى لوجود المال الفاسد وهو شراء المناصب قبل الانتخابات في نظام القائمة المغلقة، خاصة فيما يتعلق برؤوس القائمة، فعلا في رأس القائمة. إذن للقضاء على فكرة شراء رأس القائمة أصبحت مسألة الترتيب في الترشح غير ذات أثر، بل الناخب له الحق في أن يختار آخر القائمة مثلا إذا اقتنع به ويعطيه صوته، لكن دون أن نمزج. يعني الناخب له الحق كما تفضل الدكتور أن يختار قائمة واحدة، ثم داخل القائمة يقوم بالتأشير على المرشحين الذين يختارهم.
العملية معقدة بالنسبة للفرز. نعم. عملية الفرز هي التي سوف تأخذ وقت كبير جدا وتحتاج لمؤطرين مكونين. غالبا كتجربة شخصية متواضعة في عملية فرز الانتخابات نجد إشكالية في أن المؤطرين المكاتب لم تتوضح لهم كيفية عملية حساب المحاضر النهائية التي تعطى لرئيس اللجنة البلدية مثلا الذي هو قاضي بالمساعدة وهو الذي يقوم بتقديمها كذلك للجان الولائية وما إلى ذلك. هنا دور السلطة الوطنية المستقلة وهنا دور لأن القانون مشروع القانون يفرض عليها التكوين المستمر للمؤطرين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذا النظام يترك المجال واسع خاصة في اشتراط أن ثلث المترشحين يكونون شباب وبالتالي هو تطبيق للمادة 56 من الدستور لفتح المجال أمام القوى الشابة للترشح في الحياة السياسية. إذن الناخب يجب أن يكون على وعي كبير جدا. الأوراق الملغاة فعلا ستسبب مشكل ولطالما سببت مشكل لدرجة أني في ملاحظاتي أقول بأن كتلة الأوراق الملغاة يعني بقصد وليس من دون قصد هي التي تشكل خطر أكثر من خطورة العزوف السياسي. وبالتالي نحن هنا بحاجة لإعادة صياغة هذه المادة وعدم إكثار القوائم على الناخبين بحيث يفتح المجال للمترشحين أن يتعاضدوا أو الأحزاب أن تتعاضد لوضع قوائم مشتركة وهذا الأمر سوف يبسط على الناخب خاصة. وملاحظاتي وإن كانت مؤاخذة إذا سمحت لي وسمح للأساتذة على الرغم أن المشروع يضم 310 مواد وعلى الرغم من أن إحدى المواد تفرض على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضرورة فتح مجال البحث العلمي والتواصل طبعا مع الجامعة إلا أننا لم نجد إشارة إلى الانتخاب الإلكتروني الذي قد يكون حل بالنسبة لهذه المشكلة. ربما هناك تخوف حسب التصريح رئيس السلطة. أظن أن هناك تخوف. نعم. الذي أظن. دكتور حطاطش لكن هل فعلا يعني هذا النمط من الاقتراع المغاير للنمط الحالي على القائمة المفتوحة أن يحد فعلا من شراء الذمم وحتى شراء يعني المترشحين من شرط رئيس القائمة؟ نعم. حتى يكون حتى يحدث قانون العضوي للانتخابات هذه النقلة إلى نظام ديمقراطي حقيقي يجب أن يتضمن في طياته بوابة الإصلاح ويتضمن في طياته أهم الميكانيزمات الجديدة التي أتى بها هذا القانون لقطع الصلة مع ممارسات الماضي. أول هذه الإصلاحات هي اعتماد نظام القائمة المفتوحة حتى يفهم المشاهد الكريم فيه نظام الانتخاب الإسمي فيه نظام القائمة المفتوحة وفيه نظام القائمة المغلقة وفيه نظام القائمة المفتوحة مع حق التفضيل وفيه نظام المزج بين القوائم. المشرع أو اللجنة في المشروع المقترح اختارت أو اقترحت نظام القائمة المفتوحة مع حق التفضيل الذي يقصد بهذا النظام دون مزج. دون مزج هو أن الناخب ليأخذ كل القوائم له أن يختار قائمة واحدة ثم في إطار القائمة الواحدة لم يعد الحزب السياسي أو القائمة الحرة هو الذي يرتب من هو الأول من هو الثاني من هو الثالث بل الناخب هو الذي يختار والإمكانية الاختيار مطروحة أمام الناخب قد يختار أي شخص من هذه القائمة علما أن المشروع اشترط أن يكون ثلث المترشحين من حاملي الشهادات الجامعية. لماذا؟ للمزج بين غاية تحقيق الكفاءة والتمثيل أو الطابع الشعبي للمجالس الشعبية سواء المحلية أو المجلس الشعبي الوطني. هذا التخوف أو هذا التعديل في نظام القائمة من شأنه أن يقضي على المظهر الأساسي الأول للفساد في مجال الانتخابات وهو ظاهرة شراء رأس القائمة. ليست هذه الضمانة الوحيدة بل في محاور أخرى ربما في النقاش سنأتي تضمن القانون أيضا لأول مرة عقوبات شملت
شق جزائي شامل مختلف صور الأفعال التي قد تصدر من المترشحين، من المراقبين، من المؤطرين، من أعضاء السلطة الوطنية للانتخابات، من الناخبين، من الحزب السياسي، من القائمة. كل الأفعال التي من شأنها أن تشوه العملية الانتخابية قد طالها المشرع بالتجريم، مما قد يعطي ضمانة أخرى للقضاء على ظاهرة الفساد أو تحقيق أخلاقة الحياة السياسية، فضلا عن ما استحدثه المشرع من لجنة لأول مرة داخل السلطة الوطنية المستقلة إلى ذلك بالتفصيل. دكتور عباس شافع، ننتقل إلى جديد آخر في التعديلات ذكرته فيما يعني من قبل، يتعلق بالتمثيل النسوي، يعني المناصفة بين الرجال والنساء في قائمة الترشيحات. إذن قبل ذلك يجب أن نذكر بتجربة توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، والتي لاقت انتقادات كبيرة نظرا لانعكاسات يعني نظام المحاصصة آنذاك على نوعية هذا التمثيل النسوي، فأسقطت المحاصصة الآن أو الكوتا والنسبة، لكن في شرط المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية. فهل يشبه ذلك نظام المحاصصة؟ يعني يجبر الحزب السياسي على أن يتوجه إلى المناصفة، يعني هل يشبه ذلك نفس يعني هذا النظام؟ بالنسبة لنظام المحاصصة، حتى وإن رتبت المرأة في آخر القائمة وكان هناك مقعدين ما قد تأتيه المرأة، وهذا إجحاف في حق المترشحين وفي حق الناخبين. الآن المناصفة في الترشح، بعد ذلك تأتي الطريقة الثانية وهي المفاضلة. قد يتم انتخاب المرأة وقد لا يتم، وحبينا ولا كرهنا المرأة الجزائرية ساهمت وتساهم وستساهم وتبقى دائما تساهم في العمل السياسي والعمل الاقتصادي، السياسي الاقتصادي في كل الميادين. والتطور هذا بالطبع أدى إلى ماذا؟ إلى ضرورة إعطاء أهمية للمرأة، وهذه الأهمية اللي تمنح إلى المرأة. حتى حبينا ولا كرهنا نسبة تقريبا 60% ولا 65% عنصر نسوي في الجزائر، وأغلبهم موجودين في البيوت. كاين إشكالية كبيرة اللي تخلي حتى في أثناء الانتخابات يكون هناك عزوف خاصة من العنصر النسوي. أما الآن إذا كما كان راح نعطيو تشجيع أكثر للمرأة للخروج من الانتخاب، هذا نوع آخر من أجل القضاء على العزوف الانتخابي. لكن هنا يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية للمرأة في القرار السياسي، المشاركة السياسية ولكن في الترشح. الترشح تكون مرأة، ولكن قد يتم انتخابها وقد لا يتم انتخابها، وهي موجودة في القائمة عكس ما كان في القائمة المغلقة. المرأة تأخذ ثلث تاعها مهما كان، سواء انتخب عليها أم لم ينتخب عليها. لكن هنا المناصفة أيضا في قائمة الترشح، يعني يجب أن تكون هناك مناصفة، تكون مرأة مناصفة، ولكن من بالنسبة للناخبين قد لا ينتخبون. نعم، إشكال هنا تكون يسمع عطاو حرية أكثر للناخبين، وما فرضوش عليهم بأن المرأة لابد أن تكون منح لها الترشح، حق الترشح، وبقية عملها النضالي، عملها النضالي، عملها مستواها العلمي، أخلاقتها، أمورها اللي تخلي المجتمع يقبل عليها. والنساء بالطبع حبينا ولا كرهنا هم نصف المجتمع، لابد من منحهم حقوقهم ودون إهمال حقوق الرجال، هذا هو أهم شيء. هنا منح لها حقها، بقي الناخب هو اللي عنده دور عن في ذلك، في العملية الانتخابية تنتخب القائمة ويتم تفضيل بالشطب على الذي وترك الآخر، ومن بعد في النهاية راح يكون بالطبع حساب لعمل التصويت على المترشحين. التصويت هذا قد تكون مرة وقد لا تكون. نعم، إذن طبعا نذكر بأنه الشرط هنا أنه لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها ويزيد عن 20,000 نسمة. لكن هل هي ربما شروط تعجيزية نوعا ما بالنسبة للأحزاب السياسية؟ يعني التوجه في يعني نفس السياق كنظام المحاصصة إلى يعني انتقاء، المهم أن تكون مرأة في القائمة حتى وإن كان ما فيش نضال سياسي أو مسار سياسي أو تكوين سياسي أو ممارسة سياسية.
هذه المهمة سيدتي هي تقع على عاتق الأحزاب السياسية، لأن الحزب السياسي من مهامه الأصيلة وهي تفعيل الحياة السياسية وعودة أو إعادة الثقة في العمل السياسي والعمل النضالي المستدام الذي لا يكون مناسباتي. للأسف الشديد غالبية الأحزاب لدينا عملها هو عمل مناسباتي بمناسبة الانتخابات، هنا يقع الخلل. أستاذة المشكلة أو ليست المشكلة بل في هذا المفهوم حقوق المرأة السياسية جاء بها الدستور ومبدأ المناصفة ومبدأ التناصف ليس فقط في سوق العمل بل حتى في الحياة السياسية جاء بها الدستور، اعتمدت في الدستور الحالي والمفهوم 2020. يكون الأمر هذا طبيعي لكن يعني المفروض على الواقع هو طبيعي، لأننا دائما نحن في ملاحظاتنا نلاحظ عزوف الناخبين عن الانتخاب ولا نلاحظ عزوف غالبية وشرائح كبيرة جدا من الترشح. نعم. والخلل يكون في العزوف في الترشح أكبر وقبل العزوف الانتخابي. نجد المرأة خاصة في المناطق مناطق عديدة في الجزائر ترفض أن تكون عضو في مجلس منتخب لذهنيات لتقاليد معينة لموروثات كبيرة جدا، ولكن في المقابل القانون هنا يحاول أن يضمن مسايرة المرأة للحياة السياسية ومشاركتها في اتخاذ القرار المحلي أو التشريعي بأي وسيلة. حتى ولو ذكر الدكتور بأن قد لا تفضل المرأة في مناطق أو تفضل، ولكن هذا سوف يضرب القائمة هاته وقد تكون تحت عتبة 5%. إذن العمل الآن والدور الآن ليس دور التشريع، لأننا هنا نحن نناقش الحق في الانتخاب، الحق في الانتخاب الذي جاء في باب الحقوق والحريات العامة في الدستور، وحق المرأة في التمثيل السياسي وتمثيلها سياسيا. نحن هنا في مرحلة التحفيز وإعادة التحفيز. أسلوب الكوطة سوف يبقى في البلديات أو الدوائر الانتخابية التي يقل عدد سكانها على 20,000، هنا سوف نعتمد أسلوب الكوطة، لكن أسلوب التناصف في البلديات التي يفوق عدد سكانها 20,000 من أجل ماذا؟ من أجل دائما تحفيز دور المرأة. أنا لا أرى بأن المشكل هو في القانون، بل أرى بأن الدور الكبير جدا يقع على عاتق الأحزاب، خاصة وأن القانون أشار في بدايته، يعني مشروع القانون أشار في بدايته لما يسمى بمنظمات المجتمع المدني أو الجمعيات. ثم في كل المواد التي نقرأها وقرأها أساتذة الكرام لا نجد إشارة لدور منظمات المجتمع المدني التي في العديد منها هي منظمات نسوية أو جمعيات نسوية. هنا يكمن دورها، دور تفعيل المرأة أو تفعيل الجمعية لإشراك المرأة وتحفيزها للترشح، لأنها قد تكون فاعلة في جمعية نسوية وترفض الترشح، لا يجب العكس، يجب تحفيزها للمشاركة في الترشح. نعم دكتور حطاطاش عمر، في نفس السياق أيضا من بين الشروط التي وضعت مشاركة الشباب في الحياة السياسية التي يعني أدرجت في تعديل الدستور وترجمت أيضا وكرست عبر مشروع القانون العضوي للانتخابات، وبتخصيص ثلث الترشيحات لمن يقل أو تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة. هنا أيضا يعني هو شيء جميل أنه يكون الشباب يشارك في القرار السياسي ويعطي ربما نوع من العصرنة حتى في الممارسة السياسية من الناحية الديمقراطية، لما لا؟ لكن أظن أن هذا الشرط يجب أيضا أن يرتبط بنضال سياسي بممارسة سياسية وبتكوين سياسي، هذا مهم جدا. شكرا. إذا سمحتي إبداء رأيي قبل الجواب عن سؤالك. في مسألة المناصفة أنا قد أختلف مع زميلية في البلاتو في مسألة المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح. إحنا المرأة في الدساتير الجزائرية المتعاقبة وفي قوانينها مبدأ مساواة بين المرأة والرجل هو مبدأ مكرس. المرأة حينما أرادت المرأة أن تثبت جدارتها في بعض المجالات كالصحة والتعليم والقضاء والصحافة وغيرها، الآن ربما نسبة كبيرة من النساء في هذه المجالات لكن بإرادتها، لكن الممارسة السياسية لا يمكن أن تكون في تقديرنا أن تفرض عن طريق القانون، يجب أن تحترم فيها إرادة المرأة في حد ذاتها. بالفعل
يجب أيضا أن تفتح الحياة السياسية وأن تجرد من مثل هذه القيود التي قد تؤدي أو تكرس العزوف الانتخابي. لأنه شئنا أم أبينا لا نلقي لهم فقط على الأحزاب السياسية، نلقي لهم أيضا على الغرق الذي كان ممارس من قبل. إذن كيف نطالب من الأحزاب السياسية أن تثبت في الميدان جدارتها وكل فضاءات النضال مغلقة أو غير متاحة؟ إذن في تقديري أن المناصفة مبدأ مساواة بين الرجل والمرأة تكفي في الدستور وفي القوانين وبدون اشتراط هذه النسبة، لأن هذه النسبة سوف تؤدي لا محالة إلى العزوف الانتخابي. نعم. وسوف تجد التشكيلات السياسية صعوبة كبيرة في ملء القوائم مستوى تنفيذ النسبة. وما يؤدي إلى ظاهرة حشو القوائم. نعم. مثل ما حصل في التجربة السابقة الكوطة، علما أنه حتى في البلديات اللي تقل على 20 نسمة المشروع الحالي لم ينص على نظام الكوطة، يعني غير موجود. نعم. في القانون الحالي. إذا كان ولابد على الأقل أن يقترح في مشروع القانون رفع النسبة إلى البلديات اللي فيها 30 ألف نسمة أو 40 ألف وليس 20 ألف. بخصوص الشق الثاني المتعلق باشتراط أن تكون 35% من القوائم من الشباب، من فئة الشباب، نحن نثمن هذا النص. هو تكريس للمبادئ الدستورية، تكريس لما جاء في الدستور من ضرورة إقحام وإشراك الشباب في الحياة السياسية، وأن ذلك سيكون بطبيعة الحال عبر النضال الحزبي، عبر سعي الأحزاب لإشراك الشباب في النضال وهم يشكلون النسبة الأكبر من 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 تشكيلة المجتمع. خاصة أنه المشرع هنا في المشروع لا اقترح 35% شباب دون تمييز بين الجنسين. نعم. بمعنى الشاب يقصد به الذكر كما الأنثى، وبالتالي في هذه الجزئية في حد ذاتها نثمن ما جاء في المشروع ونعتبره مكسب من المكاسب، إضافة إلى ما جاء في المشروع من نقاط أخرى قد نصل. نعم. إليها في محاور النقاش. يعني دكتور عباس شفعة، طبعا كما ذكرت في البداية الإطار القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، ولذلك يعني حدد هذا الإطار القانوني ضمن مشروع قانون العضوي للانتخابات. فهل فعلا يقدم هذا المشروع الضمانات اللازمة لاستقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعد الأمين والرقيب على العملية الانتخابية في كل مراحلها؟ هنا لا يلاحظوا إذا كان سابقا كانت الإدارة تلعب دور كبير في العملية الانتخابية، وهذا الدور اللي كانت فيه أدى إلى تذمر وتملل المواطنين. هنا لابد حتى نضمن عملية انتخابية سليمة صحيحة واقعية من ضروري أن تكون هناك لجنة مستقلة. هذه اللجنة المستقلة الهدف منها هو سيرورة العملية الانتخابية بدءا من إعلان عن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فتح تسجيل في القوى الانتخابية حتى نهاية الاقتراع، وهذه كلها عملية تقنية تراقب مدى سلامة وصحة ما جاء في مشروع القانون العضوي الخاص بالعملية الانتخابية، حتى أنه في هذا المشروع حددت بدقة كل التفاصيل المتعلقة بالمهام. هذا على حتى نعطي ضمان أكثر للمواطن، وما يكونش هناك عزوف، يكون هناك إقبال. وهذا بالطبع مطلب حتى في الحركة، مطلب أساسي. لماذا؟ حتى يتم المساهمة الشعبية الحقيقية والواقعية في العملية الانتخابية تكون سليمة، لابد أن يتم وضع لجنة مستقلة لا محايدة أصلا عن كافة الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني، تكون وهذه المهمة هذه هي مهمة نبيلة بالنسبة إليهم، لابد أن تقع عليهم مسؤولية كبيرة في هذا المجال. علاه؟ لأن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الدور تاعها هو من أجل سلامة العملية الانتخابية بدءا من تحضيرها إلى يوم الاقتراع وصدور وحتى في عملية الفرز. ووضع ضوابط، هذه الضوابط التي وضعت الهدف منها هو الرقابة الفعالة والمستمرة للعملية الانتخابية حتى في كل المجالات، حتى أثناء الانتخاب أو أثناء الحملة الانتخابية عندها دور كبير. عندها ضغط كبير، واللي زاد عطاها تفعيل أكثر هو ما جاء في المشروع بالنسبة للجزاءات التي تقع كل من يخالف هذه النصوص القانون الخارجية التي جاء بها مشروع قانون الانتخابات الجديد العضوي. إذن دكتور بن عمر، لما نتحدث على صلاحية السلطة، التمويل غير القانوني للانتخابات هو في صميم إصلاح النظام الانتخابي، لأنه مصدر الفساد المتعلق بالحياة السياسية والعملية الانتخابية بطريقة مباشرة، حتى تم استباحة استعمال مصطلح أشكارة يعني للأسف. لهذا أدرج المشروع العديد من الإجراءات وحتى التفاصيل الدقيقة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية وسيرها، حيث نصت المادة 90 مثلا على أن كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار جزائري، يعني حتى 1000 دينار جزائري يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية. نعم. هو حتى في هذا المبلغ أنا لدي مؤاخذة، لأن 1000 دينار المفروض كهبات هي ستعرقل مسألة الهبات. في الشق المالي الذي كان يسمى أحكام مالية في قانون الانتخابات الساري المفعول يعني القديم والمعدل في 2019، أصبح يسمى الفصل المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
الذي حدد ما هي مصادر التمويل، إما أن تكون من مال المترشح ذاته، وإما أن تكون من هبات مواطنين ومساهمة الحزب فعلا، أو الحزب اشتراكات المناضلين التي تحول لدعمه، ومنع الهبات التي تأتي من دول أجنبية ومن هيئات أجنبية، وفتح المجال لمساعدات الدولة. حتى أننا نجد شرط الذي يبدو لي غريب نوعا ما في الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو وضع كفالة مالية التي تسترد بعد الحصول على 50% من نسبة التوقيعات، وهذا أمر أظن أنه مخالف للدستور، لأن المادة 87 المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية هي واضحة ولا يمكن التوسع فيها، ولهذا أدعو لإعادة النظر في هذا المشروع. طبعا أعيد وأذكر أننا بصدد مناقشة مشروع فقط، الكرة هي في يد وفي ملعب الأحزاب السياسية التي تفضل زميل الدكتور حططاش بأن قال بأن حينما كان الغلق كانت مكتوفة اليدين. أنا أرى بأن في العلوم السياسية يرى أساتذة العلوم السياسية بأن الأحزاب السياسية هي مؤسسات سياسية غير رسمية، تكون موازية للمؤسسات السياسية الرسمية وفي نفسي وتنبثق من القوة السياسية التي هي الشعب، إذن عليها أن تعمل على الحصول على الأشياء دون أن تنتظر ماذا تمنح. نعود للمسائل المالية. فرضت الآن لجنة مالية للرقابة تتكون من قاضي يعينه المحكمة العليا، قاضي من مجلس الدولة، قاضي لأول مرة من مجلس المحاسبة، وهذا أمر ممتاز جدا، وهناك من يعينون إشراك محافظو الحسابات في تلقي حسابات، وهناك ما يسمى بالأمين المالي للترشح. يجب أن نذكر بأنها تابعة للسلطة الوطنية مستقلة للانتخابات. نعم هذه تابعة. إذا سمح لي الأساتذة، لم أرى أثر للجان ولائية، بل هي لجنة واحدة. هل سيكون لها فروع على مستوى التنسيقيات أو المندوبيات الولائية والبلدية، أم ستقدم الحسابات من قبل محافظ الحسابات التي تصعد إلى المركز أو مقر هذه اللجنة المالية لمراقبتها؟ لا ندري. المهم أن هذه اللجنة الغاية منها مراقبة كل المساهمات المالية، وما إذا كانت، لأن المشكل ليس فقط في المصدر بل أين وضعنا الأموال كذلك. يعني النفقات قد يحصل عليها المترشح على هذه النفقات القبلية والبعدية. قد يحصل على هذه النفقات ثم يأخذها ولا يمارس الحملة الانتخابية. هذه الرقابة هي رقابة ممتازة جدا، إلا في مجال المشاركة الذاتية للمترشح، وهنا في حد ذاته أرى بأنه إعادة فتح للدعم المالي غير المباشر المبهم، في أن يقول بأنه هي أموالي، على الأقل أن يثبتها بإثباتات بنكية مالية أنها هي أمواله، واكتسبها مصادرها هي مصادر مشروعة، وإلا سنقع في نفس لأن هذه النقطة في حد ذاتها هي التي سوف تفتح لنا باب الشكرة أو باب الدعم. هو المال، المال في حد ذاته هو ضرورة ملحة لكل عملية انتخابية وترشحية. نحن نرى في دول قطعت شوط كبير جدا في المجال الديمقراطي، يحتاج المرشحين فيه إلى أموال، خاصة وإن حدد أقصى مال أو رأس مال الذي يكون 100 مليون دينار أو 120 مليون دينار في بعض العمليات الانتخابية، هو رقم ضخم جدا، ولكن هو ضروري للحملة الانتخابية. المال ليس كل مال معيق للعملية الانتخابية، على العكس، بل ومن المصدر يكون شريف وغير قانوني. يعني فقط إشارة واحدة فقط أن المحاسب المالي أو الأمين المالي الذي يعين من قبل المترشحين فرض عليه مشروع القانون أن يتحمل المسؤولية المدنية أمام الغير وأمام الحزب، وهنا سوف لن يجد المرشحون
من سوف يأتمنونهم على أموالهم؟ لأن أنا إذا طلب مني أستاذ حطاطاش إذا ترشح أنا أكون أمينه المالي سوف أرفض، لأن أرفض تحمل المسؤولية المدنية. يجد نعم سوف أرفض، لأن مسؤولية المدنية أمام الغير قد تتحور وتتطور إلى مسؤولية جزائية أستاذ. وهذا كذلك رد على أو إشارة لضرورة التعديل في هذه النقطة. في هذه النقطة دكتور حطاطاش إذن في نفس السياق، هل يعني صلاحيات هذه اللجنة المراقبة المالية التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستساهم فعلا في يعني عدم العودة إلى الممارسات السابقة، أي يعني الكف عن استعمال المال الغير قانوني والمال الفاسد؟ هو الشيء الجديد هذه المرة الذي لاحظته وربما لاحظه الجميع، الشيء الإيجابي الذي ينم ربما عن يعبر عن إرادة سياسية حقيقية في قطع الصلة مع الممارسات الماضية، هي فتح المجال أمام الأحزاب السياسية ولو لوقت قصير لإبداء آرائهم في مشروع هذا القانون، وهو شيء نثمنه. الشيء الثاني أستاذة فيما يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي ثاني مكسب في هذا المشروع بعد مشروع نظام القائمة المفتوحة، لأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية، وطالما نادى بها نادت بها الطبقة السياسية، وطالما نادى بها الحراك الشعبي، وطالما أثبتت التجارب السابقة للجان السياسية واللجان القضائية فشلها في تنظيم أو مراقبة الانتخابات. الشيء الإيجابي بالنسبة للسلطة أنها مستقلة إداريا وماليا، أن ومستقلة عن الإدارة ومن ناحية عضويتها أيضا، من ناحية عضويتها، وهذا شيء إيجابي. النقطة الثانية أن السلطة تم تنظيمها بشكل محكم استنساخا لتجربة الانتخابات الرئاسية والانتخابات الاستفتاء على الدستور، وبالتالي منظمة بشكل يمكنها من أداء وظيفتها. الشيء الثالث بالنسبة لصلاحيات السلطة هي تشرف على العملية الانتخابية، ليست لجنة رقابة كما قال زميلي ربما زلت لسان، هي سلطة القانون أعطاها هذه القيمة في مشروع، سلطة مستقلة يعني تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بمعنى المرحلة التحضيرية للانتخابات ومرحلة الحملة الانتخابية ومرحلة تنظيم الانتخابات ومراقبة نزاهتها ومرحلة الإعلان، ثم أضيفت لها مهمة أخرى تتعلق برقابة يعني محاربة الفساد المالي في مجال الانتخابات بوضع آليات وميكانيزمات التي تفضل زميل الدكتور بشرحها من أجل محاربة المال الفاسد ومن أجل مراقبة مصادر تمويل الحملة الانتخابية. لكن هناك بعض المؤاخذات بطبيعة الحال، لأنه مسألة الألف دينار اللي يعني لازم تقدم عن طريق البنك هذه قد تكون معرقلة، إضافة إلى عدم اشتراط ضرورة إثبات المترشح ذاته للتمويل الشخصي مشروعية هذه الأموال. إذن هناك بعض التعديلات التي يمكن أن تحصل الآن على مستوى المشروع لتدارك بعض النقائص التي هذا ربما دور الأحزاب السياسية، ولكن هي استحداث هذه اللجنة داخل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفرض أمين المال لكل قائمة حرة أو لكل حزب سياسي والرقابة الصارمة لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وتحديد سقف أموال الحملة الانتخابية وتحديد مآل الهبات التي قد لا تستعمل تؤول إلى الدولة ولا يتم الاستيلاء عليها قد تؤدي إلى نزاهة العملية الانتخابية. فقط ما أريد أن أضيفه، كنت أتمنى أن يتضمن المشروع إزالة عبء ثقيل على الأحزاب السياسية، وهي تحمل ميزانية الانتخابات للسلطة نفقات مراقبي الانتخابات أيضا، كما لأن عملية مراقبة الانتخابات هي عملية مهمة جدا، الأحزاب السياسية فتية، الأحزاب السياسية ما عندهاش يعني وقد لاحظنا أصوات تنادي بذلك من الأحزاب السياسية بضرورة أن تشرك الأحزاب أو يتم التمويل غير مباشر على الأقل بتغطية نفقات المراقبين، لأن ذلك يعود على نزاهة العملية الانتخابية التي هي غاية في حد ذاتها. بالفعل أستاذ فقط نسينا فقط عضو مهم جدا في هذه
هذه هي اللجنة وهو ممثل الهيئة جديد. الوطنية للمكافحة الفساد. نعم. وهذا كذلك أمر يجب تثمينه بشكل كبير. نعم. جدا. دكتور عباس شافع، أيضا من بين مهام السلطة أيضا وصلاحيتها هي نشر ثقافة الانتخاب، وهذا ربما أيضا مهم جدا في ظل عزوف على العملية الانتخابية بشكل عام، يعني في كل المراحل الانتخابية، وهذا شيء يعني نلتمسه حاليا في الواقع. فهل يمكن فعلا أن يساهم ذلك إلى جانب هذه الضمانات كلها التي تؤدي إلى انتخابات نزيهة وشفافة، أن يعني تنقص وتقلص من هذا العزوف على العملية الانتخابية؟ بالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة، دورها مش يسير العملية الانتخابية من البداية للنهاية، حتى عندها دور رقابي أيضا. دور رقابي مهم، دور رقابي، وكذلك نشر ثقافة الانتخاب والوعي أيضا. دور رقابي لماذا؟ لأن حبينا ولا كرهنا العشرية الماضية جعلتنا العملية الانتخابية في عملية فوضوية. الآن جاء الوقت من أجل وفق الآليات التي جاء بها هذا المشروع القانون أن يتم تنظيم هذه العملية الانتخابية حتى يكون طمأنينة وسكينة لكافة المواطنين. نعم. وأنا ما أدرك وأخاف منه في ما يسمى المال الفاسد خارج مراكز الانتخاب، وهو الأخطر، ومرت بعنينا مراحل كما هذه. نعم. لابد من تفعيل الرقابة حتى خارج المراكز الانتخابية، حتى نضمن، لأن حبينا ولا كرهنا، وخاصة في مناطق الظل، حبينا ولا كرهنا هذا باش نقضيو على المال الفاسد نهائي، مستحيل. ليس فقط في مناطق الأصوات، شراء الأصوات وشراء الجمل. وصلنا إلى نهاية الحصة، يعني اسمحوا لي. هذا أخطر شيء. إذا سمحتي لي، وقت الأمر وانتهى وقت الحصة. نعم. وزيادة على ذلك، بالنسبة لمناطق الظل، هناك الذين لا يحسنون القراءة. لابد من تسجيل. شكرا. ما بقاش وقت انتهى وقت الحصة. نعم، في ثواني. كلمة واحدة. إذا سمحتي في ثواني. نعم. أتمنى أن يتدارك في المشروع بعض القيود التي قد تؤثر أو تكرس العزوف، من بينها نسبة 4% هذه التي أتمنى أن تحذف من المشروع، لأنه إذا نتكلموا على جزائر جديدة لازم نفتح المجال للتنافس. شكرا. بشكل متساوي أمام كل التشكيلات السياسية وأمام كل القوائم. نعم. الحرة. شكرا. انتهى وقت الحصة. شكرا. يعني عذرا أنت. شكرا لك دكتور عباس شفعة، أستاذ القانون في جامعة باتنا. شكرا لك دكتور سيد علي بن عمر، أستاذ القانون في جامعة معسكر. شكرا لك دكتور حطاطش عمر، أستاذ القانون العام بجامعة تمثيلة. أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة. طبعا أشكر مشرف الحصة لطفي سلمي ومخرجة الحصة عائشة حمصي وكل الفريق التقني العامل معي. أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.